نهاية أسبوع سعيدة من أسف جود، وأهلا بكم إلى آخر مستجدات الصحافة الوطنية لهذا الأسبوع. البداية ستكون من أخبار اليوم، لنقرأ: التحقيق مع قائد ضبط متلبسا بحيازة رشوة، موظف عمومي جديد يسقطه الرقم الأخضر متلبسا بتلقي رشوة. فقد أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش الأربعاء المنصرم قرارا بوضع رجل السلطة بإقليم قلعة سراغنا المجاور برتبة قائد تحت الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري في شأن الاشتباه في ارتكابه لجريمة الارتشاء، بعد أن تم توقيفه زوال اليوم نفسه متلبسا بحيازة رشوة بمكتبه الوظيفي بمركز جماعة الجوالة. ونمر إلى يومية المساء، لنقرأ لكم: شهرين حبسا لشاب بعد متابعته بإهانة قائدة وأعوانها. قضت المحكمة الابتدائية باليوسفية مؤخرا بإدانة شاب من مواليد سنة 1995 بشهرين حبسا نافذة، وذلك بعد صراعه مع قائدة المقاطعة الثالثة ببشوية اليوسفية وأعوانها ومتابعته من طرف النيابة العامة بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه وحيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات، تكتب المساء. نبقى بالمساء أيضا لنقرأ لكم هذا الصباح: أمن العطاوية يفك لغز جريمة احتجاز وهتك عرض ثلاث قاصرات. تمكنت فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف رئيس مفوضية الشرطة والنيابة العامة المختصة من فك لغز جريمة احتجاز واغتصاب وهتك عرض ثلاث قاصرات ضواحي مدينة العطاوية بإقليم قلعة سراغنة. وذكرت مصادر أنه ما إن سجلت الشكاية حتى فتحت عناصر الفرقة المذكورة أبحاثا تمشيطية جندت خلالها كل ما لها من إمكانيات همت مركز ومداشر المدينة، وأفضت إلى إيقاف أحد المشتبه فيهم الذي تم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية. نمر إلى يومية الصباح، لنقرأ لكم: أمن الصويرة يحقق في شكاية ضد قائد، اتهمه مقاول بالتهديد والسب واستغلال النفوذ وإيقاف أشغال البناء دون موجب حق. علمت الصباح أن مجموعة الأبحاث الأولى التابعة للشرطة القضائية بأمن مدينة الصويرة استمعت الجمعة الماضي إلى رئيس ورش بناء وممثل قانوني لمقاولة وأحد عشر شاهدا بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأسفي في قضية اتهامات موجهة إلى قائد بالصويرة. وذكرت المصادر أن مقاولا تابع قائد الملحقة الإدارية الثالثة بشكاية من أجل التهديد والسب والشتم واستغلال النفوذ وإيقاف أشغال البناء دون موجب حق. نعود إلى المساء، لنقرأ لكم من مدينة مراكش: ابتدائية مراكش تقضي بحجب 13 موقعا إلكترونيا. قضت المحكمة الابتدائية بمراكش في جلسات متتالية شهري فبراير ومارس بحجب 13 موقعا إلكترونيا إخباريا لعدم ملائمة وضعيتها مع مدونة الصحافة والنشر. ويأتي قرار المحكمة على خلفية مقال استعجالي تقدم به وكيل الملك أمام رئاسة المحكمة طلب من خلاله حجب مجموعة من المواقع الإخبارية بناء على البحث الذي أجرته النيابة العامة، واتضح لها من خلاله عدم ملائمة هذه المواقع مع القانون الجديد للصحافة رقم 88/13. نختم من أخبار اليوم، وفي الخبر الذي أثار جدلا واسعا هذا الأسبوع: اعتقال شقيقة المغنية دنيا باطمة في قضية حمزة مومبيبي، أصبحت هي المتهمة التاسعة المعتقلة احتياطيا. تطور مثير في الأبحاث القضائية الجارية في شأن أحد الملفات المتعلقة بقضية حسابات حمزة مومبيبي. فقد قرر قاضي التحقيق بابتدائية مراكش أمس الجمعة إيداع ابتسام باطمة شقيقة المغنية دنيا باطمة بسجن الودايا بضواحي المدينة، واضعا إياها تحت الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري في شأن الاشتباه في ارتكابها جنحا تتعلق بالسب والقذف والتشهير والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إلى هنا نصل إلى نهاية أخبارنا لنهاية هذا الأسبوع، قدمناها لكم من أسف جود. فريق العمل يحييكم ويتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة. نلتقي الاثنين القادم، إلى اللقاء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.